ماذا يحمل جريفيث في حقيبته وجولته الجديدة إلى صنعاء؟ هل كانت الحديدة إحدى أدوات الضغط؟ كيف أصبحت مجرد ورقة في معادلة الصراع؟ وما دلالة الحديث عن الجسر الجوي وتزامن زيارته مع معركة الحديدة؟ أهلا بكم. بعد فشل مشاورات جنيف التي امتنعت ميليشيا الحوثي عن الحضور فيها، حمل المبعوث الأممي إلى اليمن جريفيث حقيبته وعاد إلى صنعاء بعد محطته الأولى في مسقط. كانت بداية لقاءات المبعوث مع رئيس وفد جماعة الحوثي المفاوض محمد عبد السلام وكذلك وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي للنقاش حول قضايا عديدة. تقول المصادر إن من بينها تخلف ميليشيا الحوثي عن مشاورات جنيف. تناولات كثيرة في خضم جولة جريفيث الجديدة، من بينها الحديث حول إجراءات بناء الثقة وكذلك الحديث عن الجسر الجوي الذي قيل إنه تم الاتفاق بشأنه بين ميليشيا الحوثي والأمم المتحدة. تأتي تحركات المبعوث الأممي في اللحظات التي تشهد فيها الحديدة اشتباكات واسعة عند مدخل المدينة، وهو ما يفسره بعض المراقبين شكلاً من أشكال الضغوط السياسية للعودة إلى طاولة المشاورات. للمرة الخامسة تهبط طائرة المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث في مطار صنعاء. يجري الرجل مشاورات مع قيادات الميليشيا ويعود منها بلا نتيجة، غير إبداء التفاؤل المبني على الوهم كما تقول نتائج الزيارات المتكررة. عقب إعلانه عن فشل المشاورات في مؤتمره الأخير بجنيف، تجنب جريفيث تحميل الحوثيين مسؤولية إفشال المشاورات، وفي نفس اللقاء قال إنه سيتوجه إلى صنعاء ومسقط للقاء الحوثيين بعد أن رفضوا القدوم إلى جنيف. تحضر الحديدة في هذا الصراع بشكل كبير، كل طرف من زاويته. الإمارات التي تقود معركة الحديدة تقول إنها ستقدم على التصعيد العسكري في المدينة بهدف إجبار الميليشيا على الجلوس لطاولة الحوار، كما جاء في رسالتها لمجلس الأمن أمس الأول. بينما تدعو الحكومة اليمنية إلى تحرير الحديدة بالكامل لاستعادة الأرض وتخليص المواطنين من تسلط ميليشيا الحوثي، المبعوث الأممي هو الآخر يعتقد أنه يستخدم ملف الحديدة لتحقيق تقدم في المساعي التي يبذلها، خاصة بعد الفشل الذي مني به في جنيف قبل أيام. السؤال إذن، هل أصبحت الحديدة بمعنائها ومئات الآلاف من مدنيها كارت استثمار تفاوضي وابتزاز سياسي على حساب حياة الناس وقوتهم؟ على الجانب الآخر من المشهد، وقعت الأمم المتحدة مع ميليشيا الحوثي اتفاقا بتسيير جسر جوي من مطار صنعاء لنقل جرحى الميليشيا والحالات الطبية الحرجة كما وصفها إعلام الميليشيا، بيد أن هناك مخاوف من استغلال هذه الفرصة لنقل جرحى وشخصيات سياسية من حزب الله وإيران، لا سيما وأن هذا الملف كان هو سبب عدم سفر الحوثيين إلى مشاورات جنيف. لا يبدو الطريق معبدا أمام مارتن جريفيث، يعزز ذلك ما وصفه الناطق باسم الميليشيا محمد عبد السلام عقب لقائهم في مسقط بأن الجهود السياسية متعثرة. فما هو إذن سر تفاؤل جريفيث الدائم بتحقيق تقدم سياسي باتجاه الحل؟ إذن مشاهدينا الكرام، سيكون معنا عبر الأقمار الاصطناعية أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحديدة من تعز الدكتور فيصل الحذيفي، وسينضم معه آخرون عبر الهاتف. مساء الخير دكتور فيصل. مساء الخير لك وللجمهور الكريم. أهلا بك دكتور. وجريفيث في صنعاء للمرة الخامسة، برأيك ما الذي تبقى لديه ليقدمه؟ المبعوث الأممي ليس أمامه من خيار غير المضي قدما في إحداث اختراق لتحقيق أي نوع من التقارب بين الطرفين المتصارعين في اليمن، الشرعية والانقلابيين، حتى يقف الجانبين أو يجلس الجانبان على طاولة المفاوضات التي يمكن أن تحقق نجاحا للمبعوث الأممي، لكنها لن تحقق أي نجاحا للأزمة اليمنية. إلى الآن المبعوث الأممي لم يحقق أي نجاح كالذي سبقوه من حيث جمع الأطراف المتنازعة على طاولة المفاوضات. نعم، لكنه يجد أن مشاورات جنيف لم تفشل، وتحدث أنه التقى بجانب وفد الحكومة وسيذهب للقاء الحوثي في مسقط وفي صنعاء أيضا، لأنه يجد أنها يعني كانت أصلا لقاءات غير مباشرة، وسينقل لهم بعض الاتفاقات التي حدثت مع جانب الحكومة.
طبعا كما أؤكد وقلت سابقا بأن الرجل يشعر بخيبة أمل من خلال إنجازاته المحسوبة لشخصه وليس لحل الموضوع اليمني، لأنه كان يعول عليه كثيرا باعتباره ينتمي إلى السياسة البريطانية، إلى دولة بريطانيا، وينتمي إلى أحد الدول المنتمية لمجلس الأمن الدول الدائمة، وكان يظن بأنه سيحقق نجاحا كبيرا خلافا للمبعوثين السابقين ولكن للأسف وجد صعوبة كبيرة وعاد إلى نقطة ما قبل الصفر، أي أنه انتقل بمشواره الدبلوماسي بالأطراف من المفاوضات المباشرة إلى التشاور غير المباشر، وهو يعد إخفاقا كبيرا لعله لن يصل إلى شيء أفضل مما وصل إليه سابقوه. نعم، إذن برأيك يعني ما هي دلالة هذه التحركات خاصة بعد فشل المباحثات بعشرة أيام؟ يعني هل تجد أن يعني إصرار جريفيث على ضرورة هذه المشاورات وضرورة جمع الطرفين؟ وظيفة المبعوث الأممي عادة تتم وفق الفصل السادس، وهي مساعي سلمية خالصة، وهو هذا الإطار المتاح لأي مبعوث أممي، أي أن ليس بيده من الإلزامات القانونية والقوة ما يصعد به موقفه لإرغام أحد الأطراف إلى الانصياع، وليس أمامه من حل غير أنه يحاول أن يتقرب من جميع الأطراف حتى يكون أداءه مقنعا وجرهم إلى طاولة المفاوضات، لعله يحدث اختراقا إلى هذه النوع من المفاوضات التي تستدعي بعد ذلك الدخول في أمور معقدة. الحقيقة الآن نحن نجد بأن الحوثيين متفطنين إلى الطريق الخطر الذي سيصلون إليه إذا ما وافقوا سريعا لمطالب المبعوث الأممي وكذلك المطالب الدولية، أي أنهم يعلمون بأنهم سيذهبون إلى اتفاقات سواء غير مباشرة أو الانتقال إلى طاولة المفاوضات المباشرة لمناقشة أو لطرح آلية تنفيذ القرار 2216. لا وجود لحل قانوني خارج هذا القرار، أي أنه القرار صدر كمقترح للحل وفق الفصل السادس أصدره مجلس الأمن، هو مقترح أو حل ملزم ولن تتم هذه المفاوضات خارجه، أي سيصلون إلى تنفيذ الآليات أو مناقشة الآليات لتنفيذه لا أقل ولا أكثر، ليس هناك حلول أخرى خارج هذه المرجعية الثلاث أو تتعدى القرار 2216، وهم لأنهم يدركون ذلك يماطلون حتى يكسبون تغييرا على الواقع أو تغيير المزاج السياسي الدولي أو يقع انتكاسة إقليمية تجعلهم في مأمن من الوصول إلى هذه المخاطر التي يرونها. نعم، إذن سلمان أو عسكريا يعني. نعم، إذا لو تحدثنا عن محطته الأولى والتي كانت في مسقط ولقائه برئيس وفد الحوثيين محمد عبد السلام وكذلك وزير الخارجية العماني، ما هي يعني أو ما الذي تعتقد أن هذه الزيارة تعكسه؟ طبعا هو الآن يجري محادثات أو محادثات غير مباشرة، ينقل رسائل للطرفين حتى يتم إقناعهم للوصول إلى استئناف عملية الحوار الذي سيحدد لاحقا زمانا ومكانا، لا وجود لأي هدف آخر حول تحركاته بين صنعاء وعمان والرياض أو أي مكان آخر خارج إطار هذا الهدف البسيط، وهو محاولة إقناع الطرفين للجلوس على طاولة واحدة. نعم، إذن هناك يعني من يتحدث عن نقاط عدة في هذه الجولة دكتور، يعني من بينها فتح جسر جوي، ما مدى تحققه من وجهة نظرك؟ ما حصل من اتفاق أممي مع الانقلابين في صنعاء لا علاقة له إطلاقا بما يجريه المبعوث الأممي على الأرض مع الأطراف الصراع. ما قامت به الأمم المتحدة من اتفاقات هي تدخل ضمن القانون الدولي الإنساني، أي أن أطراف الصراع ملزمة باحترام حقوق الإنسان وتجنب أي انعكاسات سلبية على سلامة الناس وأرواحهم، والمقاتل إذا تخلى عن سلاحه أو أصبح جريحا هو محمي بموجب القانون. فالاتفاقية الأممية هي اتفاق إنساني، لا يستطيع أي من الطرفين أن يعترض عليها لأنها ليست سياسية وليست خاصة،
ولأمد طول الحرب اقتضى من الأمم المتحدة وأي منظمة إنسانية كالصليب الأحمر أو منظمة إغاثية هي تعمل على المستوى الخريطة الجغرافية اليمنية. والاتفاقية هذه ليست جديدة فقط، هناك اتفاقات مع منظمة إغاثة ظلت تشتغل طيلة 4 سنوات ولكن لم يلتفت إليها. فلا ينبغي أن نربط بين الحدثين، لا ينبغي أن نربط بين الحدثين، يعني مشاورات المبعوث الأممي تمشي في سياق آخر ومهمة أخرى، بينما الأمم المتحدة هي تسعى ل محاولة السعي في الجانب الإنساني والاتفاقية جاءت في هذا السياق. نعم، إذن ماذا عن الاشتباكات في الحديدة والمبعوث في صنعاء؟ هل يمكن ربط أيضا الأحداث بعضها خاصة بعد شعور الحكومة والتحالف بفشل المباحثات أو المشاورات في جنيف؟ ربما نستطيع أن نتحدث عن علاقة غير مباشرة بين الحدثين. نؤكد على أن ما يجريه المبعوث الأممي يتم بمعزل عن ما يجري على الأرض من مواجهات عسكرية، لكن الطرف الشرعي ودول التحالف التي تسعى حثيثا للضغط على الحوثيين لنقلهم أو لمساعدة نقلهم من الحل العسكري إلى المفاوضة السلمية، أي أن على الحوثيين من خلال هذا الضغط أن يفهموا بأن عليهم أمرين، إما أن يسلموا الحديدة سلما ويجنبوا المدنيين المخاطر المترتبة ويجنبون أنفسهم أيضا، أو أن الخطة العسكرية ستمضي قدما بتحرير الحديدة. هي ممكن أن تحقق النتيجتين في آن واحد، تحقق الضغط للانتقال من العسكري إلى السلمي وجره من المفاوضات، ويمكن أن تحقق انتزاع الحديدة عسكريا من يدهم إذا ما رفضوا أو تمنعوا عن قبول الانسحاب سلميا منها. نعم، يعني أنت تحدث بداية حديثنا دكتور أن تحركات المبعوث الأممي هي مجرد إطار سلمي لا علاقة له يعني بما يحصل، ولكن هل تعتقد أن هذه التحركات التي تحدثها الشرعية والتحالف في الحديدة هي للضغط على الميليشيا للقبول بطاولة المحادثات المباحثات مستقبلا؟ هو هذا، أي أن الضغوط العسكرية في الميدان إذا ما كانت مدروسة بشكل جيد وكانت مخطط لها بعناية فإنهم سيصلون إلى يعني التقصير من أمد الحرب، أي الانتقال إلى السلم وتنفيذ القرار 2216، يعني انسحاب المسلحين من المدن، تسليم السلاح إلى جهات سيتفق عليها في أي مشاورات قادمة، عودة السلطة الشرعية، عودة المؤسسات، عودة الدولة، القضاء على كثير من المظاهر السلبية في انتشار السلاح وعدم صرف الرواتب وإعادة تنشيط الاقتصاد. في نهاية الأمر يقتضي الضغوط العسكرية أن تنقل أو أن تقتصر أو تقصر أو تقصر من مدى فترة الحرب الطويلة التي عرفنا بدايتها في 2015 ولكن إلى الآن لم تحدد نهايتها. وإذا ما تعثرت هذه الضغوط من تحقيق أي نتيجة مترتب عليها أو متوقع منها فإن الحرب ستمضي قدما لاستعادة الدولة بالفعل العسكري، وهو مبرر من ناحيتين، مبرر من أن هناك رئيس سلطة شرعية طلب من دول التحالف التدخل بالرغم من إساءتها لهذا التدخل، ولكن في نهاية الأمر هي تحدث اختراقات إيجابية. فبالأمس فقبل 3 سنوات كانت عدن وحضرموت وشبه كلها والبيضاء كلها تحت الانقلابين، ولكن اليوم هم ينحسرون رويدا رويدا. اليوم القوات العسكرية في الجوف وفي صعدة وفي ميدي وفي حجة وفي الحديدة هم تمارس عليهم كثير من الضغوط. طبعا من يستقرئ نواياهم الحقيقية لا يمكن أن يقتنع بأنهم سيسلمون، هم لن يسلموا إلا بانكسار عسكري فعلي. نعم، هل هذا الانكسار نظريات فكرية؟ هل تجد أن هذا الانكسار العسكري دكتور فيصل هو الذي سيجعل من الحوثيين أن يقبلوا بالمشاورات وبكل الضغوط؟ الانكسار العسكري الذي نتحدث عنه يعني هو الاستسلام الكامل وليس القبول بالشروط، لكن نحن نتحدث عن الضغوط العسكرية ما قبل الانكسار. الضغوط العسكرية إذا ما حققت أهدافها ما قبل الانكسار ربما تدفعهم إلى الحفاظ على الحد الأدنى من قوتهم كقوة سياسية ممكن أن تكون مشاركة
في المستقبل. نعم إذا يعني اسمح لي دكتور عند هذه النقطة، يعني المعادلة تبدو واضحة، يعني كلما كان هناك ضغوط على الأرض أو يعني انتصارات في الميدان، هناك أيضا ضغوط في مجال المشاورات، وكلما تحقق انكسار ما معناته يعني تقريب الاستسلام أو التسليم بالواقع. إذن لما لم يستوعب هذه المعادلة التحالف الذي يعني لنا 3 سنوات وأكثر ونحن ندور في نفس الدائرة؟ كلما قلنا مشاورات يعني أن الأقوى هو من سيفرض أوراقه على الأقوى في الأرض، هو من سيفرق أوراقه على طاولة، يفرض أوراقه على طاولة المفاوضات، ولكن لم يحدث ذلك حتى الآن. طبعا الثغرة في هذا الجانب واضحة جدا، بأن التدخل دول التحالف هي جاءت لتعين السلطة الشرعية والجيش الوطني من أجل استعادة الدولة. لو التزمت دول التحالف وفق هذا المبدأ العام، ربما لكانت الحرب انتهت منذ زمن، ولكنها دخلت وحلت محل السلطة الشرعية وحلت محل الجيش، وبالتالي صادرت القرار السياسي والسيادي لليمن وصادرت قرار الجيش الوطني في الميدان. لذلك أي تعثرات حاصلة الآن في الأداء العسكري على الميدان هو بسبب هذا التداخل غير المبرر من قبل دول التحالف، وإلى الآن لم تستوعب دول التحالف بأنها لا يمكن أن تحقق نصرا حقيقيا بالقصف الجوي فقط، ولابد أن يكون هناك معسكرات على الأرض تمتلك قرارها، ويكون القصف الجوي مجرد استجابة لما تحدثه من قرارات على الأرض لمن يمتلك القرار. طبعا نحن هنا بحاجة إلى أن تسمع السلطة الشرعية والحكومة لتصحيح مثل هذه العلاقة لتقصير أمد الحرب. أما في ظل هذه العلاقة المعكوسة، أي أنه نحن أصبحنا مجرد أرض لمعارك لا تخصنا، تضرنا ولا تخصنا وتخص غيرنا، وأصبح الصراع إيراني سعودي على أرض يمنية، هذه مشكلة إلى الآن لم ترفع الحكومة ولا السلطة الشرعية صوتها عاليا بإعادة تصحيح هذه العلاقة حتى يتمكن الإنسان اليمني على الأرض كقوة سياسية داعمة للشرعية والتحالف، أو كجيش وطني قادر على تنفيذ الخطط العسكرية، رسم الخطط وتنفيذها، أو على مستوى السلطة السياسية للدولة أن تعيد بناء الدولة حتى تؤمن مناطقها المحررة، لكي تعطي رسالة للعالم بأنها مسؤولة بشكل سياسي وقانوني تجاه مواطنيها. وربما يحصل هناك نزوح عكسي، أي أنه يهرب الناس المستضعفون في إطار المناطق الانقلاب إلى المناطق المحررة، ولكن لسوء الأداء بسبب التدخل الخليجي أصبح النزوح عكسي، أي أن الناس يهربون من سيطرة الدولة والشرعية حيث هناك سلطة لزجة وميوعة وانفلات أمني، أصبحوا يفرون إلى صنعاء، وهذه للأسف مفارقة عجيبة وغريبة يؤسف لها. نعم، لكن يعني نعم دكتور، يعني هل يعقل أن الحكومة لم تستوعب هذا كله حتى الآن؟ يعني فعلا هي لا تسيطر لا سياسيا ولا قانونيا على المناطق التي حررتها، وفي كل مرة عوضا عن أن توجه هذه الرسالة الإيجابية للعالم أنها سيطرت على المناطق المحررة، على العكس يعني للعالم وللمواطنين أيضا في كل مرة يظهر عدم بسطها سيطرتها على المناطق المحررة. يعني كل يوم يظهر لنا موقف جديد يؤكد على ذلك، وربما آخره ما حدث من طلب الطيران اليمنية يعني للتحالف بطلب المبيت في مطار عدن. يعني مثل هذه الرسائل المخجلة حقيقة للمواطن، كيف يمكن التعامل مع هذا الواقع ونحن نطالب بمشاورات وفرض قوة وأيضا فرض شروط؟ طبعا لو تذكرين على هذه القناة تحديدا وعلى غيرها من القنوات، كان هذا الكلام عندما يقال يعتبر كاذبا، ليس آخرها فقط هو مخاطبة دول التحالف بالسماح للطيران اليمني بالمكوث على مطار يمني، وهي من الغرابة، ولكن هناك إغلاق موانئ اليمن، إغلاق مطارات اليمن، منع اليمن من الاستيراد والتصدير، منع إنزال العملة المطبوعة وهي يمنية لتوزيع المرتبات، التدخل في كل شاردة واردة، إنزال قوات في سقطرة إماراتية دون وجحاق، إنزال قوات سعودية وبناء موانئ خاصة للسعودية في المهرة. الحقيقة هناك تدخلات سافرة، الحكومة تعلم ذلك، ولكن بما أنه سمحت من البداية بمصادرة قرارها وسيادتها، لم يعد عندها من الإمكانيات ما تراهن عليه لاسترداد هذا القرار، وهي في مرحلة من الضعف الكبير الذي لا يجعلها تفتح فمها.
حتى بقاء النخبة اليمنية في الرياض من قوى سياسية وإعلاميين وحكومية وشخصيات وازنة، هي تعتبر ضمن هذا الاستسلام لقرار الرياض، لقرار الإمارات، لقرار دول التحالف. يعني كان على هؤلاء الناس أن يحقلوا قليلا. يعني من المعلوم في جميع حروب الدنيا الدول المجاورة نتيجة للحرب تستقبل نازحين. السعودية وعمان لم تستقبل أي نازح للأسف يمني، بل أصدرت قرارات في السعودية تضر من هؤلاء الناس للعودة إلى مقاصل المعارك والحرب. فلم تتحرك الحكومة لا لليمنيين في الداخل وللعمالة في الخارج، ولا أيضا لاستعادة سلطانها وسيادة وقرارها على الأرض. الحقيقة الحكومة تعلم، وأنا أؤكد بأنها تعلم ذلك، ولكن بنيت الحكومة بشكل شخصاني، أي أنها مجرد فئويات اجتمعت حول عبد الرب منصور هادي، وهو أحسن انتقائها بهذه الشروط، وأداءها غير مستغرب لأنها لم تخضع لا لرقابة ولا لقانون ولا لكفاءات وليس لها مشروع، وليس عندها استعداد أن 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 تقدم خارطة أو حكومة، أقصد حكومة حرب. لا يوجد معنا حكومة حرب للأسف، معنا تقريبا مئات الوزراء، مئات الوكلاء، مئات المستشارين، مئات العاملين في السلطات العليا التي تستلم بالدولار، بينما الانهيار للريال اليمني يزداد، أسعار السلع الغذائية ترتفع بشكل يومي، الفقر يتسع. في الظروف الاستثناء، في الظروف العادية نتكلم عن رقم البطالة، اليوم نتكلم عن رقم العاملين، كم ما زال عندنا ناس يعملون، أي أن المجتمع أصبح هو في مجاعة وفقر وعطالة كبيرة. الاستثناء هو كم من الناس ما زال يعمل وكم من الناس ما زال عنده قدرة على الصمود. للأسف نعم. إلى الآن لم نجد استجابة لا من الرئيس عبد الرب منصور ولا من حكومته ولا من السياسيين الموجودين في الرياض بدون أي مبرر. مبرر وجودهم في الرياض للأسف هي شبهة في حقهم، وفي ليس لهم موقف فقط، وكأن السعودية تسعى لتوسيع اللجنة الخاصة لمزيد من بناء العملاء للمستقبل، وعليهم أن يحددوا موقفهم، هل هم مع اليمن ليعيشوا مع الناس أم يستمروا في تحت أجندة خارجية. نعم دكتور فيصل، يعني في ظل كل هذه الظروف والمتغيرات أيضا لا نجد أي تغير من هذا الموقف الحكومي للأسف، وكما تفضلت وكأن اليمن هي رقعة صراع للخارج، نحن نتحدث عن أطراف يعني مملوكة للخارج، ولكن في ظل كل هذه المعطيات هل يمكن الحديث عن يعني نجاح على الأقل لبناء الثقة الذي يتحدث عنها جريفيث، وأنه سيذهب لصنعاء لأجل الاتفاق على بعض نقاط بناء الثقة، هل يمكن الحديث عن ذلك خاصة فيما يتعلق بإطلاق المعتقلين والمخفين أسرى قسرا وأيضا الأسرى؟ من المؤكد من خلال حيثيات الصراع الموجود على الأرض في اليمن بين طرفين لكل مبرراته غير العقلانية في إنهاء الصراع أو في استمرارية الصراع. نحن نحاور جماعة من الإنقلابيين، ما هي فكرتهم الأساسية؟ فكرتهم الأساسية بأن هؤلاء هم سلالة مقدسة ومعينة من السماء، بأن عليهم أن يحكموا ليس فقط اليمن وإنما العالم الإسلامي أجمع. كيف يمكن أن نحكم بنجاح أي توافق مع جماعة تفكر هذا التفكير؟ فقط هم يفكرون كيف نعترف بهم كحكام من السماء وعلينا أن نخضع لسلطانهم، وهذا هو دين الله، ومن يخالف دين الله فهو كافر به. يعني لا يمكن أن نقر بأن هناك نجاحا ممكنا في ظل هكذا فكر وفي ظل جماعة تفكر بهذه الطريقة. لم تثبت إلى الآن جماعة الحوثي الإنقلابية بأنها جماعة وطنية أو بأنها جماعة تنتمي إلى اليمن قابلة لأن تقف حول مصلحة عامة ينشدها المواطنين، لأنها لو كانت تعترف بذلك وتعلم بأن لها شرعية ربما لسلمت باستمرار استكمال تنفيذ مخرجة الحوار الوطني وذهبت إلى الانتخابات التي هي على ثقة بأنها ستأخذ السلطة، ولكن نعم. يتعلم بأنها مرفوضة مجتمعيا، ويتعلم بأنها لن تصل بالمشاورات إلى حل،
ومستمرة أن تقاتل حتى النهاية، فإذا ما وجدت نفسها منكسرة ربما تفاوض على الحل الباقي لها لكي تصبح كجماعة لها بعض الحقوق الإقليمية في آزل أو في صعدة كجماعة يعترف بأنها أقلية. نعم، إذا اسمح لنا الدكتور أن ينضم معنا وزير الثقافة عضو فريق المشاورات من القاهرة السيد مروان دماج. مساء الخير أستاذ مروان. أهلا وسهلا، مساء النور. أهلا بك أستاذ مروان. لو تحدثنا عن استئناف المشاورات وتحركات جريفيث إلى مسقط ثم صنعاء بعد فشل مشاورات جنيف. هو علينا أن ندرك أن وضع السيد جريفيث هو لم يكن أمامه خيار آخر سوى أولا أن يسير بهذا الطريق الذي هو سائر إليه، أو أن يعلن إنهاء مهمته وأن يقدم إعلان صريح بأنه غير قادر على الاستمرار في المباحثات. ولهذا كان نفهم أنه السيد جريفيث قدم إحاطة وأمام بعد نهاية المشاورات بتلك الطريقة. نحن نفهمها لأنه لم يكن لديه خيار آخر إلا إعلان إنهاء مهمته، ولهذا كان مفهوم هو يسعى أن يستمر في أداء مهمته. نعم، هذه هي النقطة الأساسية الآن في تفسير تصرفات السيد جريفيث، ونحن نتفهم هذا الأمر وما زلنا نتفهم الوضع الذي هو فيه. إذن يعني هل تعتقد أن هناك علاقة لتحركات المبعوث الأممي وأيضا معارك الحديدة؟ أنا في تقديري أن معارك هناك نسق خاص بمعارك الحديدة. نحن نفهم في إطار سير المعركة الحرب بشكل عام ضد الميليشيات الحوثي. ما يحدث في الحديدة هو نحن في تقديري أنه بإنهاء معركة الحديدة سيكون هناك انتصار استراتيجي قد تحقق، شبيه بإحدى الانتصارات الاستراتيجية مثل الانتصار الذي تحقق في دحر الميليشيا من عدن، والآن دحر الميليشيا من الحديدة سيكون انتصار استراتيجي ويمثل انعطافة أساسية في مسار الحرب. وكل ما يدور آخر هو على هامش هذه المعركة الرئيسية. نعم، إذن وماذا عن الحديث عن جسر جوي؟ يرى الدكتور فيصل أن الأمر له علاقة بمسار الأمم المتحدة الإنساني في محاولة تقديم شيء للمتضررين، هل تجد الأمر كذلك؟ أولا هناك جانبين للأمر. الأول يتعلق بأنه هل تم إخطار الحكومة بهذا المسار؟ هذا أمر، وأنا في تقديري بحسب ما أفهم إلى الآن أنه لم تخطر. هذا ما يعطي المسألة بعد مهم. نعم، هل يعني إذن لكن ما ظهر دكتور أستاذ مروان، ما ظهر أن هناك اتفاق حصل مع وزير خارجية أو ما يسمى بوزير خارجية حكومة الإنقلابيين مع يعني مسؤولة الأمم المتحدة في هذا الجانب، وتم الاتفاق على الأمر، يعني وكأن هناك اعتراف ضمني بهذه الحكومة، وإلى كيف يتم الاتفاق دون إخطار الحكومة الشرعية والتحالف؟ هي هذه النقطة الرئيسية. نعم، أنه لم يتم إخطار الحكومة. طبعا هذا أمر يجب أن نضع أمامه أكثر من خط. الأمر الآخر أنه حتى تحركات الطيران اللي يتبع الأمم المتحدة هو يخضع أيضا لتصريحات التحالف. هذا أمر أيضا يجب أن نضع في الاعتبار. فالمسألة هي يجب أن نقرأها من عدة جوانب. أولا أداء الأمم المتحدة، ثانيا ما الذي يجب علينا عمله. نحن كان في تقديرنا أنه نحن محتاجين أن بعض النوع من الصراحة في مع المبعوث الدولي ومع أيضا الأمم المتحدة، وأعتقد أن هذا أمر الآن يخضع للتقييم. لكن بشكل عام تبقى مهما الملاحظات اللي طرحناها على هذا الأداء إلا أنه نبقى الالتزام
بما بالجهود ودعم جهود المبعوث الدولي، انا اعتقد انه هذا الالتزام الى الان ما زال هو التزام من جانبنا نعلنه ونقدمه لكل الاطراف الدوليه. اما فيما يتعلق بما في تصوري انه المعركه مع الميليشيا هي معركه عسكريه، وانه الانتصار هو سيكون انتصار عسكري، وان الميليشيا في كل دوله مفاوضات قادمه هي ستخسر موقعها وتاتي وهي اضعف. من جنيف واحد الى جنيف اثنين كانت الميليشيا تسيطر على حتى عدن، وفي كل جوله مفاوضات كانت تخسر، واعتقد انها ستستمر في الخساره، وان هناك انتصارات استراتيجيه ستتحقق، وان المساله في كيف نطور الاستراتيجيه في مواجهه هذه الميليشيا على المستوى السياسي. نحن نتكلم على المستوى الميداني والعسكري، وهذه الامور تسير الان بوتيره بطريقه او اخرى، ولكنها تسير الى الامام مهما اختلفت الوتيره. نتكلم حول الاستراتيجيه السياسيه التي يجب الان ان نقف وقفه للتقييم ووقفه لتطوير الاستراتيجيه السياسيه. انا اعتقد انه علينا نحن في الحكومه الشرعيه الان ان نطور من الاستراتيجيه السياسيه بما يتلائم مع اولا الاوضاع الميدانيه، وبما يتلائم مع تحقيق اهدافنا المستقبليه. لا اعتقد ان الاستراتيجيه السابقه كانت مناسبه للفتره الماضيه. الان انا اظن نحن في منعطف جديد على مسار الحرب، واننا نحتاج الى وقف التقييم والى وضع والى تطوير الاستراتيجيه السياسيه في مواجهه هذه الميليشيا. ولا اريد ان ادخل في التفاصيل الان، لكن هناك بعض التصورات التي يمكن ان تطرح أمام الحكومة حول هذا الموضوع. نعم، إذن وزير الثقافة عضو المشاورات الأستاذ مروان دماج، شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة. عودة إليك دكتور فيصل، ودعني يعني أحدثك عن نقطة أكد عليها الأستاذ مروان، وهي مسألة عدم علم الحكومة أو إخطار الحكومة من قبل الأمم المتحدة بالاتفاق حول الجسر الجوي. هل يمكن أن يمرر مثل هذا الاتفاق دون علم الحكومة والتحالف؟ أريد أن أوضح أشياء ربما لم يتفطن إليها الجميع. أداء الحكومة الضعيف على الأرض جعلها مهمشة في المنظور الأمم المتحدة، وبالتالي من يمارس السيادة اليمنية على الأرض هم دول التحالف، وبالتالي لا يمكن للأمم المتحدة أن تتخاطب مع حكومة هزيلة جعلت الخطاب الأممي يصنف سلطة الانقلابين باعتبارها سلطة أمر واقع، وبالتالي هي تصرفت مع صنعاء وفق هذا التصنيف الأممي بسبب هذا الضعف الذي خلال 4 سنوات. وبما أن الحكومة الشرعية لم تحسن إدارة الملف الدبلوماسي خارجيا، ولا أيضا حسم زمام المعارك على الأرض بشكل احترافي، فإن الأمم المتحدة مضت لتنفذ اتفاقا إنسانيا مع سلطة الأمر الواقع التي سبق للأمم المتحدة أن اعترفت بها. كان بإمكانها أن تستأذن الحكومة اليمنية في حال أنها كانت هي المسيطرة على هذه المناطق، على الأقل سيطرة لوجستية، أي أنها بإمكانها أن تمنع الطائرات والسفن والموانئ وتعيد استعادة المؤسسات الإرادية إلى عدن. يعني اليوم نحن نتكلم عن مؤسسات إرادية بإمكانها أن تستردها، وهي لم تستردها. بإمكانها أن تفعل التجارة الخارجية عبر موانئ تسيطر عليها، ولكنها تركت الأمر مواربا ومفتوحا أمام دول التحالف تعبث كما تريد، وكذلك أمام مغالطات الإنقلابيين في إدخال السلاح وفي الأموال وفي التجارة عبر موانئ متعددة. أي أن هشاشة الحكومة على الأرض وتدخل دول التحالف بشكل مشين، وكذلك إمادة إطالة أمد الحرب الذي جعلت الأمم المتحدة تعترف بهم كسلطة أمر واقع، هو ما بني عليه هذا الاتفاق. أي أن الأمم المتحدة اتفقت مع سلطة أمر واقع تسيطر على صنعاء، ويقع هؤلاء الجرحى والأعمال الإنساني في إطار حكمها وليس في إطار الحكومة الشرعية. وكان على الحكومة الشرعية ودول التحالف أن تقلب المعادلة لتجعل كل تحركات ورئة المالية والتجارية التي يتنفس فيها الإنقلابيون أن يكونوا بيدهم، لا يكونوا مستقلين عنها،
ولا عليهم أن يجيبوا كيف ظل السلاح يدخل 4 سنوات إلى صنعاء وهم مسيطرون على البحار امتدادا من حدود المهرة حتى حدود ميدي، وكذلك على الحدود البرية ابتداء من صعدة انتهاء في 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 عمان. يعني في نهاية الأمر هناك أداء هش جعل الأمم المتحدة تتصرف وفقا على هذا وفقا لهذا الأداء وهذا التقييم. نعم. إذن اسمح لنا الدكتور أن ينضم معنا أيضا عبر الهاتف الأستاذ ماجد المدحجي مدير مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية من القاهرة. مساء الخير أستاذ ماجد. مساء النور، أهلا وسهلا. أهلا بك. إذن جريفيث في صنعاء والمعارك في الحديدة، كيف تقرأ هذين الحدثين؟ يعني ما يحدث في الحديدة هو حصاد لخيبة أساسا جريفيث في السابقة تحديدا في جنيف، واضحة يعني لدينا ارتداد ميداني مباشر تحديدا بفشل مفاوضات جنيف. هي فشل بشكل أساسي بل فيها مارتن جريفيث المسؤولية الأساسية في يعني كيفية إدارة التنسيق لعملية مفاوضات استمرت على مدة فترة طويلة قبل تحديد موعدها، وبالتالي تعثر أو عدم حضور الحوثيين هو متصل تحديدا بكيفية إدارة موضوع هذا الموضوع بالنسبة لمارتن جريفيث. يعني لا يجب وضع موضوع حضور الأطراف إلى آخر المهام، فبالتالي يعني هنا ما نشهده من تصاعد عسكري في الحديدة هو نتيجة تحديدا عدم وجود الحوثيين في مفاوضة الجنيف، هو فشل مارتن جريفيث في إدارة هذا الملف. بالإجمال يعني هي زيارة بعائد منخفض أقل ما توصف فيه، يعني واضح أنه نحن الآن سنشهد تأخرا في أي مسار أو في أي جولة مفاوضات قادمة، لا توجد فرص قريبة، مستوى انعدام الثقة بين الأطراف هو الأعلى. يعني نعم، ولكن المبعوث يتحدث عن إجراءات بناء ثقة، كيف يمكن في ظل هذا المستوى المنعدم كما تفضلت؟ هو بالأساس سقف المشاورات التي كانت ستتم هي سقف منخفض، فما بالك وحتى ضمن هذا السقف المنخفض لم تستطع الوصول إلى الذهاب إلى تشينا ولا ثلاثة، فما بالك بأي مسار آخر. فبالتالي تحديدا حاول مارتن جريفيث، استراتيجية مارتن جريفيث هي تمت أنه لا يجب الذهاب إلى الملفات الرئيسية والذهاب إلى ملفات أكل جزئية إذا صح الوصف، يمكن بناء عليها الوصول إلى ملفات أو قضايا أعقد، لكن أيضا هذا لم ينجح فيه. لديك مشكلة حقيقية في استراتيجية مارتن جريفيث. استراتيجية مارتن جريفيث حتى الآن تركز على ما هو جزئي، على ما هو بناء ثقة، وهو حتى ذلك ضمن الشروط الحالية للمعركة، ضمن الشروط السياسية الموجودة واضح أنه لم يستطع تحقيق اختلاف فيها. العائد تبعا لذلك هو ارتفاع معدل المعارك العسكرية في اليمن، تزايد تباعد الأطراف عن الوصول إلى التسوية، وبالتالي مشهد سيء. تفضل. نعم، هل يعني تعتقد أن جريفيث غير قادر على اختراق أي جدار لبناء الثقة رغم حديثه الواثق عن ذلك وأن مسار المشاورات جيد وأنه لم يفشل ولا يعد ذلك فشلا؟ يعني إذا لم يكن هذا فشلا فماذا يمكن تسميته؟ يعني إذا لم تستطع تيسير مسار بدء مشاورات وليس مفاوضات بين الأطراف في منطقة مثل سوريا، فماذا يمكن إيش يسمى هذا؟ شوفي مارتن جريفيث هو أكثر مبعوث دولي يحظى بدعم قياسا لكل المبعوثين، هو رجل أبيض أزرق العينين وأشقر، وبالتالي يمتلك رأس مال فعلية بالمعنى السياسي عالي، وهو رجل بريطانيا دعم من الأشياء، بالإضافة لديه مسافة وقدرة على اتخاذ موقف تجاه التحالف لأنه فعليا رجل أبيض وبالتالي يمثل مصالح المجتمع الدولي. أيضا بالنسبة للحوثيين هو رجل يستطيع إعطاء وعود محمية في الأوزان السياسية التي تقف خلفه الأوزان الدولية، رغم كل هذه الامتيازات السياسية وقدرته حتى على قول لا للتحالف وقول أيضا، لكن لم يستطع أن يأخذ خطوة إلى الأمام تجمع الطرفين. يعني بكل هذا الرأس لماذا برأيك لماذا يعني رغم كل هذه الامتيازات التي ذكرتها ورغم أيضا سجله الحافل كونه رجل قادر على يعني جمع الأطراف المتناقضة وأيضا حل كثير من الأزمة في هذه الجولة كانت المشكلة لدى الحوثيين راهنوا على أنه هناك احتياج دولي لوجودهم في هذه المفاوضات. مارتن جريفيث قدم رسائل عدة للحوثيين أنه سيدعم حضورهم بأي طريقة ممكنة. مارتن جريفيث اتخذ موقف أكثر تشتتا من تجاه التحالف أكثر من هو تجاه الحوثيين، فهم الحوثيين هذه الإشارة بشكل خاطئ ولذلك تشددوا في موضوع خروجهم
إلى جنيف وتمسكوا بأنه الموضوع يجب أن يكون كامل بالوساطة الطائرة العمانية وما إلى ذلك. رفعوا السقف حتى على قدرة مارتن جريفيث، فبالتالي لم تكن الرسائل التي قدمها مارتن جريفيث، ولكن يبدو أن طريقهم هي التي تنجح أستاذ ماجد. يعني كلما فرضوا شروطا أعلى يعني تم القبول بها، واستطاعوا أن يفرضوا شروطهم على العالم أجمع، فبالتالي يعني حتى الآن شوفي حتى الآن يعني لم تنجح كثيرا، ناخذ قياسا الى واقع محدده هي مفاوضات جنيف، يعني لم يستطيعوا الذهاب الى مفاوضات جنيف لان شروطهم لم تحقق. اوكي هم يضغطوا عبر اكثر من مستوى، لكن حتى الآن فعليا على عائد لما قاموا به من تصعيد سياسي. استفاد التحالف كثيرا والحكومه الشرعيه من فشل مفاوضات جنيف، وهذا الاستفاد لانه وضع تحديدا الضغوط الدوليه التي وجهت اليهم بانهم يقوموا بتهدئه في جبهه الحديده، يقوموا بتهدئه سياسيه والقبول من مثال المفاوضات. استطاع التحالف يقول نحن ذهبنا الى المفاوضات، استطاعت الحكومه ان تقول ذهبنا الى المفاوضات ولم يأتي الحوثيين، وبالتالي استطاعوا يمارسوا تصعيد عسكري في الحديده محمي اساسا، محمي بعدم تجاوب الحوثيين السياسي في جنيف. فبالتالي فيما حدث تحديدا في جنيف كان الخاسر الابرز طرفين هو مارتن جريفيث والحوثيين. نعم، إذا يعني بعد مكوث في صنعاء سيتوجه المبعوث الأممي إلى الحكومة في الرياض بعد أسبوع، يعني المتوقع أن يلتقي بها، هل تتوقع أن يكون هناك جديد بهذا اللقاء؟ بتقديري يعني إلى الآن مش واضح الأجندة اللي يتحرك فيها مارتن جريفيث، هل يتحدث عن موعد؟ لا توجد أي معلومات تقول أنه يبحث عن تحديد موعد مفاوضات، بس الآن تقديري عاد مارتن جريفيث إلى نقطة الصفر، عاد إلى محاولة فرض تهدئة ميدانية في الحديدة اللي هي تشهد نشاط عسكري عالي المستوى الآن، وهي العقدة الأساسية في أي مسار قبل الذهاب إلى مسار مفاوضات. فبالتالي قبل الوصول الى تحديد موعد مشاورات جديده، الان مارتن جريفيث مختلف في مهمه اعاده ضبط الامور في الساحل الغربي. نعم، اذا شكرا جزيلا لك ماجد المذحجي مدير مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجيه، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة. عودة إليك دكتور فيصل. دكتور فيصل، إذن يعني الحكومة أثبتت ربما جديتها في مسألة المشاورات، التحالف هدأ المعركة في الحديدة وذهبوا إلى جنيف، تنصل الحوثي، الآن هناك لقاء بعد أسبوع تقريبا مع الحكومة الشرعية، هل تتوقع أن يكون هناك جديد في هذا اللقاء، خصوصا مع التزام الحكومة وتسييرها لكثير من النقاط بشهادة جريفيث؟ أبدا، لا يمكن أن نتوقع أي نتائج إيجابية من محادثات مع طرف هو يبيت النية سلفا لإفشال أي محادثات. كما قلت في بداية البرنامج، الحوثيون يعلمون بأن أي استدراج لهم إلى طاولة المفاوضة الحقيقية هي ستجرهم إلى مناقشة آليات يوافق عليها الطرفين لتنفيذ القرار 2216، أي الاستسلام بدون قيد أو شرط. وهم لذلك يدركون لا يريدون أن يقفون عائقا أمام الرأي الدولي أو الجماعة الدولية، فهم يوافقون ظاهريا ولكنهم يحاولون التمطيل والمماطلة حتى لا يتم جرهم إلى طاولة المفاوضات، وهم يريدون كسب الوقت لعل وعسى تحدث أشياء كالمعجزة لتنقذهم مما هم فيه. هم يعلمون بأنهم ذاهبون إلى خسارة عسكرية محقة، وهم يعلمون بأنهم سلميا ذاهبون إلى الاستسلام وفق القرار 2216، ولأنهم جماعة ميليشيوية يعني قهرية أخذت السلطة بقوة السلاح والقهر وتحت مسمى الحق الإلهي، فهم لن يستسلموا إلا بكسر عسكري يجبرهم على الاستسلام السلمي أو العسكري. لا مجال لتوقع بأنه سيحدث هناك اختراقات تجعلهم كجماعة سياسية تقبل بالخروج باليمن إلى الحل السلمي أو العودة إلى المسار السلمي الذي انتهت إليه مفاوضات مؤتمر الحوار الوطني في صنعاء. نعم، إذا شكرا جزيلا لك دكتور فيصل الحذيفي أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحديدة، كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من تعز. الشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لنلتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.